أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل في آيات سورة الحج في الآية 52: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية أيها الإخوة هي جارية في سياق الحديث عن أمر الوحي وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بما يلاقيه من صدود وإعراض مع ما يتمناه من هداية قومه، وأن ما واجهه عليه الصلاة والسلام هو ما واجهه غيره من الرسل. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هنا مسألة، وهي عطف النبي على الرسول، يدل على تغاير بينهما. فما الفرق بين الرسول والنبي؟ أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه إتمام شرع من قبله وإصلاح الناس عليها. فهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. قوله عز وجل: إلا إذا تمنى، ما المراد بأمنية الرسول أو النبي؟ ما هي أمانيهم؟ ما هي أعظم أمنية للرسل؟ وهي أمنية لنا جميعا، هذا نستفيد منه فائدة مهمة، أن المسلم ينبغي أن يتمنى ما تمناه الرسل ويسعى إلى تحقيقه وإن وجد ما يصده عنه. فأمنية الرسل ما هي؟ هداية الناس جميعا، يتمنون أن يهدى الناس جميعا وأن يصلحون ويرجعون إلى ربهم ويؤمنون به، هذه أمنية الرسل. فإذا قيل: ما أمنيتك؟ وكما يقال لبعض الشباب: ما هي ما أمنيتك في الحياة؟ فبعضهم يقول: أمنيتي أن أكون مهندسا أو طبيبا أو كذا أو كذا. والمشكلة أن هذا مما يعلمه الآباء للأبناء ويمنونهم بأماني الحياة الدنيا، وهذا غير منهج صحيح، مخالف للمنهج الصحيح في التربية. أن الإنسان ينبغي أن يمني أبناءه بأمر يتعلق بالدين، تمنى أن أكون داعية في سبيل الله وأن أبلغ رسالة الله وأن أجاهد في سبيل الله وأن أشارك في خدمة الإسلام إلى غير ذلك. فهنا هذه الآية تدلنا على أعظم أمنية في الحياة، وهي هداية الناس جميعا إلى دين الله. قال الله: إلا إذا تمنى، أي الرسول، ألقى الشيطان في أمنيته. وهذه الآية وهذه الجملة أشكلت على كثير من المفسرين، وكان فيها عراك طويل بينهم في بيانها، بل إنه أدخل فيها ما أدخل من الروايات الباطلة التي ملئت بها بعض التفاسير
وهي قصة الغرانيق التي هي متعلقة بقصة سورة النجم، وقد فندها شيخ الإسلام رحمه الله تفنيدا كاملا من أن الشيطان ألقى في قلوب الناس في ذكر آلهة المشركين في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في نفوس الناس زيادة عليها، وهي قوله هي الغرانيق العلى يشفعن لمن أي نعم سنت. فهذه الجملة هي واردة في بعض الروايات الباطلة ولا صحة لها، وبني عليها أن المشركين إنما سجدوا في سورة النجم حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المشركون معه جميعا، قالوا أن ذلك لأنه ذكر فيها آلهتهم، وهذه تلبيس في الرواية. الصحيح أنهم سجدوا لسجود النبي صلى الله عليه وسلم وسجود المسلمين، وذلك مما أرغمت عليه أنوفهم بسماعهم لكتاب الله عز وجل، أرغمهم ذلك بالسجود لما سمعوه من آيات الله البينات الساطعات الواضحات. الشاهد سلمكم الله أن المفسرين خاضوا في هذه الآية خوضا كبيرا، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه الآية تحتمل ثلاث معاني. المعنى الأول: ألقى الشيطان في أمنيته، أي اعترض الشيطان ما يلقي عند قراءة النبي لأمته القرآن أو دعوتهم إلى الله، يلقي في نفوس المدعوين الوساوس والشكوك والشبهات التي يصرفهم بها عن طاعة الله والإيمان به. إذن ألقى الشيطان في نفوس الناس الشكوك والشبهات ولبس عليهم، والإعراض والاستكبار، هذا معنى أول. وقيل ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في نفس الرسول بتيئيسه من أولئك الكفار، وأن هؤلاء الصناديد لم يؤمنوا، وهؤلاء الرؤساء رؤساءهم لم يؤمنوا، فأيسه من ذلك، فيحكم الله آياته في نفس نبيه بتثبيته وتأييده وبيان الحق الساطع للناس. هذا المعنى الثاني. إذن المعنى الثاني أن الشيطان يلقي في نفس الرسول ذلك بإيهام أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بدعوته، والأول أولى من الثاني، إذ أن إلقاء الشيطان في الأمنية لا يلزم أن يكون ألقاه في نفسه، والثاني الحقيقة ربما يكون عليه لبس من أن الأنبياء معصومون، لكن قد يحصل ذلك من قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد يرد ذلك عليهم لكن لا يتمكن في قلوبهم، بل يصرفه الله تعالى عنهم بعصمته لهم وتأييده إياهم وإحكام آياته في نفوسهم. وقيل الأمر الثالث أن النبي يتمنى على الناس، يتمنى في الناس هدايتهم، والشيطان يلقي في نفوس الناس ما يضاد أمنية الرسل فيصرفهم عن دعوتهم. على كل حال المعاني متقاربة، والأظهر أن المقصود هنا إلقاء الشيطان في نفوس الناس الشكوك والشبهات، لكن الله عز وجل يصرفها ويواجهها بالآيات البينات في قوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته بالبينات بما ينزله تعالى من الهدى والبيان في كتابه، والله عليم حكيم.
ثم قال الله عز وجل: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ولهذا هذا يؤكد ما ذكرته من أن إلقاء الشيطان في نفوس الناس ليس في نفس النبي، لأنه قال هنا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. فهذا الذي يلقيه الشيطان من الشبه والشكوك والالتباس وغير ذلك بأن هذا النبي يصرفكم عن دين آبائكم، وأنه يريد أن يكون عليكم أو نحو ذلك، قال الله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ما المقصود بالذين في قلوبهم مرض؟ نعم، المترددين، ومنهم منافقون، لأن المنافقون وصفوا أن في قلوبهم مرض في قوله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فقوله تعالى: والقاسية قلوبهم، أي المشركون المصرون على الكفر، فهو فتنة لهم بتأييدهم على كفرهم. الشيطان يرسخ الكفر في نفوسهم ويؤصله فيهم ويؤيدهم عليه ويزينه لهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، والشقاق هو الخلاف والعداوة والمعاداة، فهم في شقاق مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وخلاف بعيد أي بالغ بعدا في الضلال والشقاق في الدين، إذ أنهم على الكفر وهؤلاء على الإسلام. قال الله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا العلم هم المؤمنون، وهذا فيه ثناء على المؤمنين بأنهم آتاهم الله العلم بالقرآن، فكل من أخذ القرآن وآمن به فهو من أولي العلم بهذه الآية. كل من أخذ القرآن علم بما فيه وآمن فهو من أولي العلم بصريح هذه الآية، لأنهم في مقابل الكافرين. فالمقصود هنا أهل العلم العاملين المؤمنين، وهذا نأخذ منه فائدة مهمة أيها الإخوة، أن وصف أهل العلم لا يكون بمجرد العلم، لا يكون بمجرد العلم الذي هو العلم النظري، وإلا فهناك أناس يعلمون الكثير، لكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يورث الخشية والذي يورث الإيمان. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، وربما كان في آخر عمره، قال: من توصينا؟ قال أحد الطلاب: من توصينا بعدك؟ إلى من توصينا بعدك يا أبا عبد الله؟ فأشار إليهم بأحد العلماء الذي لم يكن لهم شأن وشهرة وعلم عند الناس، فقالوا، نسيت اسمه الآن، قالوا: فيه فلان وفلان وفلان أعلم منه. فغضب ثم قال: إن معه رأس العلم. ما هو رأس العلم؟ الخشية. رأس العلم الخشية. فأولو العلم هم الذين معهم العلم النظري يورث أو الذي أورثهم الخشية والإيمان واليقين والرسوخ في طاعة الله عز وجل، العلماء الربانيين. قال الله تعالى عنهم: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم. ما هو من ربك سنت؟ ما هو أنه الحق من ربك؟ إما أن يكون ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البينات، أو يكون المراد به القرآن، أو يكون المراد به القرآن، ولا فرق بين ذلك. فيؤمنوا به، فيؤمنوا به أي يصدقوا بما فيه، بخلاف أولئك الذين كان لهم فتنة صرفهم عن طاعة الله.
فتخبت له قلوبهم. الإخبات ما هو؟ هو الاطمئنان والخشوع والخشية. الإخبات هو الاطمئنان والخشوع والخشية. وهذا يدلنا على أن من أعظم ما يورث الإخبات والخشية والخشوع هو كتاب الله، ويؤكد ذلك قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. فأعظم ما يورث الخشية والإخبات هو القرآن. فانظر يا أخي الكريم حالك مع القرآن، كيف يورثك الرقة والإخبات لله والطاعة له والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فما أعظم أيها الإخوة أن نتصف بهذا الوصف لننال أولا وصف العلم بأخذنا لكتاب الله عز وجل وإيماننا به وتصديقنا بما فيه وعملنا بما فيه، ثم يورثنا ذلك الإخبات لربنا عز وجل والخشية والخشوع. ولاحظوا أن وصف الإخبات ورد مرة أخرى في السورة، كما ذكرت لكم أن السورة فيها ما يورث تعظيم لله عز وجل أو فيه تعظيم لله ولشعائره وأمره الذي يورث الإيمان والإخبات. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي أن ذلك الذي هم عليه من الإيمان والتصديق والإخبات هداية من الله. لهذا ختم بقوله: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثم قال الله: ولا يزال الذين كفروا في مرية، ولا يزال الذين كفروا في مرية من في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذا بيان لحال أهل الكفر بعدما يلقي الشيطان في نفوسهم من الشبه والحجج فيستمروا في كفرهم ويبقوا على إصرارهم حتى يموتوا على ذلك. فأما تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي يوم القيامة، إما عذاب يوم عقيم باستئصالهم، وإنما سمي عقيما للدلالة على استئصالهم فيه بما لا يكون بعدهم لهم ذكر ولا وارث، لأن العقيم الذي لا ولد له، فعبر باليوم العقيم الذي لا يبقى بعده أحد، والمراد به إما استئصالهم وإما نهايتهم وانقضاء شأنهم. قد يراد في ذلك عذاب الآخرة لأنه ذكره بعد ذكر الساعة في قول حتى تأتيهم الساعة بغتة. ثم قال الله عز وجل، لعل في هذا قبل أن أنتقل للآية، لعل في هذا إشارة لما توعدهم الله به، يعني هذا لعل فيه وعد بما حصل لهم في بدر حيث استأصل صناديدهم وكبارهم، والله أعلم. قال الله: الملك يومئذ الحق الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها بيان ذكر حال الناس في الآخرة، المؤمنين والمكذبين، وإظهار قدرة الله عز وجل في عقابهم، جزاء المؤمنين بالإيمان والجنة والنعيم، وجزاء الكافرين بالعذاب المهين. فهو ذلك الوقت الذي يتبين فيه الحق ويزول فيه الريب الذي كان في نفوس الكافرين الذي ألقاه الشيطان في نفوسهم في قلوبهم. ففي يوم القيامة يذهب ذلك الريب ويظهر في الحق. قال الله: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.
فقدم أهل الإيمان تشريفا لهم وتكريما لهم وحظا على ذلك. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فأولئك لهم عذاب مهين، فوصفه بالمهين مقابل ما كانوا عليه من استكبار وعلو، فحقهم عند الله المهانة والذلة في الدنيا والآخرة. ثم وصف الله تعالى طائفة أخرى خاصة، خصهم تشريفا لهم وإشادة بهم وبما كانوا عليه، وهم المهاجرون في سبيل الله. وفي هذا بيان فضل وشرف. أين هذا الشرف؟ أين هو؟ شرفهم أين؟ في الآخرة. قال الله: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، هم درجة واحدة، ماتوا أو قتلوا في فضل عند الله عز وجل. المهاجرون لهم درجة عند الله تعالى دون سواهم، قد يتفاوتون في هذه الدرجة لكنهم في درجة خصهم الله تعالى بها، وهي درجة عليا، فضل من الله تعالى بفضيلة هجرتهم في سبيل الله، تركهم أموالهم وأولادهم وديارهم لأجل ربهم عز وجل ونصرة لنبيهم. فخصهم الله في الجنة بديار ومنازل فوق من سواهم. قال الله: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. لهم نعيم فوق نعيم غيرهم، ولذلك قال: وإن الله لهو خير الرازقين. فإذا كان الله خير الرازقين فإن رزقه خير الرزق. إذا كان الله خير الرازقين، وإن الله لهو تأكيد، ما قال هو، قال لهو خير الرازقين، مما يؤكد أنه سيرزقهم رزقا عظيما وكريما واسعا وافرا، هذا خاص بهم. ثم قال الله: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي يدخلنهم في الجنة مدخلا يرضونه. وذلك يخص أو يدل على خصوصيتهم بدرجة في الجنة، لهم فيها فضل وعلو ورفعة يرضونها. وإن الله لعليم حليم. عليم بماذا؟ بماذا عليم؟ بأحوالهم وما فعلوه وما لقوه في سبيل الله، وحليم بهم بعد ذلك في جزائهم جزاء وافرا. ما سر ذكر المجاهدين هنا؟ ما سر ذكرهم خصوصا بعد ذكر المؤمنين؟ هم دخلوا في المؤمنين لكنهم خصهم بعد ذكر الكافرين، خص هؤلاء خصوصا بعد عموم، ما سر ذلك؟ ألسنا قلنا أن الآيات فيها تتابع في ذكر الكافرين وصدودهم عن سبيل المسجد الحرام وتسببهم في إخراج المؤمنين؟ ثم قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصر قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ذكر الله تعالى هنا جزاءهم تأنيسا لهم المهاجرين وتكريما لهم وتثبيتا وبيانا لفضلهم، فلذلك خصوا هنا لبيان ما كانوا عليه من قبل. قال الله: ذلك، واسم الإشارة إما أن يكون للفصل بين الكلامين، وإما أن يكون للتأكيد والاهتمام بالأمر. بعد أن ذكر حالهم قال: ذكر عاقبتهم أو ذكر حالهم في الدنيا، قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب عليه بما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور.
ما الغرض من هذه الآية؟ هو انتقال من حديث إلى حديث، لكنه فيه انتقال بديع، لأن هذه الآية فيها إشارة لهؤلاء المهاجرين، فيها إشارة لهؤلاء المهاجرين، فهو بعد أن ذكر جزاءهم ذكر حالهم في الدنيا. وهذا حقيقة فيه يعني سر بديع في تقديم جزائهم على حالهم تكريما وتأنيسا لهم. قال: ومن عاقب بمثل ما عوقب عليه بما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذه الآية أيها الإخوة فيها تهيئة وإعداد وتحريض لهم على القتال، لأنهم عوقبوا فأذن الله لهم بالعقاب. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، بماذا عوقبوا؟ بإخراجهم من بيوتهم وديارهم وأموالهم وأهليهم، فحق لهم أن يعاقبوا. ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وأي باغي أعظم من أذيتهم في سبيل الله ومعاداتهم وصدهم عن سبيل الله؟ هذا الصد بغي، أخرجوا من ديارهم ثم بغي عليهم بمنعهم من البيت وزيارتهم له وحجهم بيت الله الحرام، فهو بغي. قال الله لينصرنه، ثم بغي عليه لينصرنه الله. جاء هنا بلفظ الإفراد وهناك بلفظ الجمع، ما السر في هذا؟ والله أعلم أن هذه إشارة لكل من يعني وقع في هذا الحال من بعدهم على حالهم، فهو ليس خاصا بهم، وإنما كل من وقع في هذا، وهذا وفي ذلك تسلية وتأنيس لكل من وقع له مثل هذا الحال، فإن الله عز وجل سينصره. على كل حال، في هذا أيها الإخوة هذه الآية قاعدة من قواعد القتال، وهي الإذن بالقتال لمن قتل والوعد بالنصر على ذلك. الإذن بالقتال لمن قتل، لأن الله عز وجل قال لينصرنه الله، ونصره إنما يكون بعد قتال، هذا هو الظاهر. وهذه الآية أيها الإخوة أيضا تجرنا في الحديث إلى ما يلاقيه إخواننا في عدد من بلدان المسلمين من ظلم وضيم وبغي وعدوان، فإن الله عز وجل آذن لهم برد ذلك الكيد والبغي بالقتال والعقاب بما يستطيعونه، ومن قتل دون عرضه أو نفسه أو ماله فهو شهيد. فنرجو أن يكون ما فيه إخواننا من جهاد ومواجهة لأعداء الله عز وجل في كثير من بلدان العالم الإسلامي هو بإذن الله تعالى من الجهاد في سبيل الله الذي سينالهم به نصر الله تعالى القريب، لأن الله تعالى وعد وأكد ذلك باللام لينصرنه الله، ما قال لينصره، لينصرنه، ففي هذه الجملة مؤكدات عدة. ثم قال الله إن الله لعفو غفور. هنا سؤال، وهذا مما يشكل على كثير من القراء أو الحفاظ علاقة ختام الجملة بالعفو، فما مناسبة ذلك؟ ما مناسبة ذكر العفو والمغفرة لقوله لينصرنه الله؟ يعني قد يفهم من هذه الآية أن من عفا وأصلح فأجره على الله، وهذه مسألة مهمة جدا. متى يشرع العفو عند البغي؟ إن كان البغي شخصيا، كان البغي شخصيا بينك وبين إنسان من المسلمين، فإن العفو هنا أولى، لأن الله تعالى قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور،
في حال أن يكون بينك وبين أخيك الخصومة والظلم كان من أخيك المسلم، لكن إذا كان البغي والظلم من عدو الله بسبب ما أنت عليه من حق ودين، فالأولى في هذا هو العقاب إن كنت قادرا عليه. لماذا؟ لأنك لو عفوت عن وتنازلت عن حقك فسيكون ذلك سبب في زيادته وسطوته وتمكنه عليك. فهنا ليس مشروعا العفو ما دام متعلقا في أمر الله وما دام مظنه لاستقواء العدو الكافر عليك أو على دين الله. لكن هنا قوله وإن الله لعفو غفور تحتمل ما ذكر الأخ بأن عفو عن تجاوزكم. لماذا؟ بغير قصد، لأن الإنسان الذي بغي عليه قد يصل به الحال في الانتقام إلى الزيادة إذا تمكن. فإن كانت الزيادة هذه من غير قصد وإنما هي تابعة لعقاب فإن الله فيها العفو غفور، لأنها هنا واردة في سياق الدفاع عن الدين والدفاع عن حق النفس وانتصارا لحق النفس في ذات الله تعالى، فلعل هذا وارد والله تعالى أعلم. وفيه أيضا معنى آخر، أن في ذلك ترغيب للكافرين في رجوعهم وعودتهم والعفو عنهم إنهم آمنوا ورجعوا عن بغيهم وظلمهم وتجاوزهم، لعل في هذا إشارة لذلك. ويحتمل أيضا أن هذا وارد في حق المهاجرين الذين وردت الآيات في سياقهم عفوا لهم ومغفرة من الله تعالى يوم القيامة، والله تعالى أعلم. ثم قال الله ذلك، اسم الإشارة هنا كما ذكرت لكم فيه تأكيد واهتمام بما يذكره الله تعالى وتأكيد وتعليل لما سبق. قال الله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ما مناسبة هذه الآية؟ بيان قدرة الله في أنه سبحانه وتعالى قادر على نصرة المؤمنين بذلك بأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وفيه أيضا معنى آخر، نعم، لا هذا قد يكون بعيدا، نعم أحسنت، يعني ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي أن من سنته أن الدول والأيام دول، كما قال الله عز وجل في سورة نعم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فهو يشير هنا والله أعلم إلى قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى قضية تلاحم الجيشين، وأشار بالليل إلى جيش الكفر والنهار إلى جيش الإسلام، وأن ذلك من سنته سبحانه وتعالى. ولو كانت من سنته النصر الدائم للمؤمنين لما بقي على وجه الأرض كافر. لو كان من سنته النصر الدائم والتمكين الدائم للمؤمنين على أي حال لما بقي على الأرض مشرك، وهذا مخالف لسنة الله في الصراع بين الحق والباطل. فالأيام دول، فقوله هنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
الجملة الأولى قوله يولج الليل في النهار تشير إلى ماذا؟ اضمحلال الليل وظهور النهار، اضمحلال الليل وهو الشرك وظهور النهار، لأن ولوج الليل في النهار يدل على اختفاء الليل، فكأنه إشارة إلى أن الأصل هو ظهور النهار وظهور كلمة الله عز وجل إذا تحققت أسبابها، فإن لم تتحقق أسبابها فتأتي الآية الأولى يولج النهار في الليل ويمكن لأهل الكفر حين يضعف المسلمين عن قيام بأمر الله عز وجل. وجاء بلفظ يولج دون يدخل، لأن الولوج هو الدخول في الشيء شيئا فشيئا وامتزاجه فيه، وهذا ظاهر في الليل والنهار، فإن الليل لا يأتي دفعة واحدة أو جملة واحدة والنهار يذهب جملة واحدة، بل يدخل الليل في النهار حتى يعني يدخل الليل في النهار حتى يكون النهار جليا، وهكذا عكس ذلك. فهنا معنيان والله أعلم للآية في مناسبتها لما قبلها. قال وأن الله سميع بصير، أي عالم بأحوالكم ومن يستحق النصر والتمكين. ثم قال الله ذلك، تأكيد واهتمام بالأمر بأن الله هو الحق، تأكيد بقدرته، على قدرته سبحانه وتعالى على نصرة المؤمنين، ذلك بأن الله هو الحق وبأن دين الله تعالى الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن حق من كان على أمر الله حقا أن ينصره الله، ومن كان على غير أمر الله أن يخذله الله ويبطل شأنه. وأن ما يدعون من دونه، قوله من دونه دليل على أن ما دون الله من معبودات لها السفول والدونية هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وذكر علو الله عز وجل هنا مناسب جدا لبيان جلال الله وكماله، وذكر الكبر في قول الكبير مستعار هنا ودليل على تمام القدرة، العلو دليل على كمال الجلال، والكمال والكبير دليل على كمال القوة وتمامها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.